مشاهدينا، محللتنا للأسواق المالية اليوم من إيكويتي جروب ستحدثنا أو تجيبنا عن بعض التحركات للعملات الأجنبية بشكل أساسي. لينا قنوع، أهلا وسهلا بك معنا في المملكة. في البداية، هل لك أن توصفي لنا حركة الدولار اليوم عندما نتحدث عن ارتفاعات عاشها الدولار، تذبذبات قوية جدا، يعني التكلفة للكثير من العملات الأجنبية، وأيضا عندما نتحدث عن السلع إن كان الذهب والنفط يدعمون الدولار، ولكن من جهة أخرى هناك ضغوطات أيضا، فكيف تقيمين الحركة، حركة الدولار اليوم؟ أهلا بك، صباح الخير. بالتالي نتحدث عن الدولار الأمريكي اليوم، هو يعني بنشاهد بعض الانخفاضات عليه، بس بشكل عام هو يحقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعات تعتبر قوية. نحن نتحدث القلق حاليا من الأسواق المالية التي نشاهدها، عدم وجود شهية لأخذ المخاطر سواء الأسواق المالية وأسواق السلع التي يعني شاهدت انخفاض خلال الفترة الماضية. اليوم نشاهد بعض الارتفاعات القليلة على أسعار النفط، السبب الرئيسي هو أزمة إيفرغراند في الصين كثاني أكبر شركات التطوير العقاري التي يعني ربما تتعثر في سداد ديونها والبالغة 83% من أصول الشركة. نحن نتحدث عن 300 مليار دولار، ويعني هي تشكل تقريبا 2.5 من الناتج المحلي الإجمالي، وربما تشكل هذه مخاطر على القطاع المالي وأيضا القطاع العقاري، وأيضا أزمة سقف الديون الحكومية التي ربما تخلق أزمة مالية حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا أدى إلى يعني اللجوء إلى الدولار الأمريكي. نحن نترقب الاجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم وينتهي اجتماعه غدا، فبالتالي إذا أي تقليص لبرنامج شراء الأصول، وهو ربما توقعات تشير إلى توقيت لتقليص برنامج شراء الأصول، فأي توقعات بذلك. نحن نتحدث عن ارتفاعات للدولار الأمريكي، قوة للدولار الأمريكي، مستويات 93.50 سوف تدعم الدولار الأمريكي، مؤشر الدولار نحو الارتفاع والموجات الصاعدة، لكن على المدى المتوسط والطويل نحن نتحدث يبقى توقعات أسعار الفائدة بين البنوك المركزية هي التي سوف تدعم توجهات مؤشر الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة. نعم، يعني كان الدولار يتوقع بشكل أو بآخر البيانات، إن كان يعني مؤشرات التجزئة أو بيع التجزئة الأمريكية، بيانات الوظائف بشكل أو بآخر، هل ترى أنه يعني شهية المستثمرين أو دعم الدولار من ناحية التداول كان قوي كفاية لواجه أيضا يعني عملات أخرى، وخاصة إذا ما تحدثنا في هذا الوقت، يعني اليورو يمر يمكن بصعوبات عندما نتحدث عن القطاع الصناعي، يمكن مشكلة الغاز أيضا تضغط بشكل أو بآخر على أوروبا، هل كل هذه العوامل ساهمت بشكل أو بآخر على استقرار الدولار في هذه المرحلة؟ نعم طبعا، هناك عم نشوف نحن بالنسبة للدولار الأمريكي بيانات اقتصادية إيجابية، سواء مبيعات التجزئة التي جاءت فوق توقعات المحللين، كانت توقعات أن يشهد انكماش، لكن جاءت هذه البيانات إيجابية. نتحدث عن بيانات أخرى ربما عم تدعم الاقتصاد الأمريكي، فبالتالي يعني طبعا الدولار، فبالنسبة لليورو يعني كما تحدثت لي اليورو هناك نتيجة قوة الدولار الأمريكي عم بتأثر اليورو بالانخفاض. اليوم نشهد بعض الارتفاعات، لكن عوامل أخرى، التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو متأخر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لا ننسى أنه ارتفاع عدد الإصابات أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك يعني يؤثر بشكل كبير، وبالتالي عدم اللجوء إلى الشهية في أخذ المخاطر، والتحول للعملة النقدية الأولى هي التي يعتبر الدولار الأمريكي العملة النقدية الأولى في العالم. فبالنسبة لليورو هو مجرد قوة الدولار الأمريكي. توقع تقليص أو الحديث عن تقليص برنامج شراء الأصول خلال الجائحة سبب ارتفاعات في اليورو، لكن اليورو الآن تحت الضغط وربما الاتجاهات هابطة للدولار الأمريكي رغم الارتفاعات اليوم، لكن بشكل عام الاتجاهات هابطة لأن
يستمد يعني بفعل قوة الدولار الأمريكي. لو حدث أي عكس من قبل الفدرالي الأمريكي بعدم تقليص أو تكون لهجته أقل تشددية، ربما نجد اتجاهات هابطة للدولار الأمريكي، وهذا سيدعم العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي كالجنيه الإسترليني واليورو. نعم، يعني من الواضح أنه هلأ فعليا هناك اتجاه إيجابي بالنسبة للدولار مقابل الإسترليني، ولكن عندما نتحدث عن يعني الأزمة التي تمر بها الصين، عندما نتحدث عن قطاع العقارات والذي من الممكن أن يؤثر عالميا أيضا على النمو الاقتصادي، عندما نتحدث عن مشكلة الغاز كما ذكرنا، هناك قطاعات مساندة تتأثر بشكل أو بآخر. اليورو مقابل الين في هذه المرحلة بالنسبة للصين أيضا، كيف ترين أداء الدولار مقابل الين؟ بالنسبة طبعا نحن الين الياباني، تقصد الين الياباني، بالنسبة نحن اليوم نشاهد ارتفاعات لأن هناك لجوء إلى الملاذات الآمنة بسبب الأزمة العقارية، أزمة الصين، أزمة أكبر شركات التطوير العقاري التي ربما تشكل تعثرات ومخاطر وتنقلها وعدوى للقطاع المالي والقطاع العقاري، فنشاهد اللجوء كالين الياباني رغم التراجعات التي شهدناها خلال الأيام الماضية. نشاهد ارتفاعات منذ أمس على الين الياباني، واليوم أيضا يفتتح على ارتفاعات، فيعني الدولار مقابل الين تراجعات، يعني هذا يعني الين الياباني على ارتفاع، فبالتالي ارتفاعات. ونحن نترقب طبعا البنك الياباني المركزي الذي قرار البنك الياباني المركزي بعدم تغيير في سياستها النقدية سيبقي أسعار الفائدة في المنطقة السلبية ويبقى على سياستي التحفيزية لفترة أطول ممكنة، ففي هذه اللحظات فقط الين الياباني يتأثر بالأزمة أزمة الصين وعدم شهية من قبل المستثمرين والمتداولين لأخذ المخاطر واللجوء إلى الأسهم وأيضا إلى أسواق السلع. لينا قنوع، شكرا لك على كل هذه المعلومات، المحللة المالية للأسواق من إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.